ماشيين زي سقوف ومواكب، وأرضنا ماشية وليها نظامها، وإحنا بأفعالنا بنظلمها. الإرهابيين مش سايبين أي أثر يدل على المكان الجديد اللي راحوه، لأنهم اتدربوا على أيدين أجهزة مخابرات أجنبية. الناس دي مش مجرد مرتزقة ساذجين، دول عارفين بيعملوا إيه بالظبط. أنا كمان ما لقيتش حاجة نستنتج منها معلومة مفيدة. يا جماعة، ميس هايدي عندها اقتراح ممكن يفيدنا. اقتراح إيه؟ إحنا هنكلمك من السبيكر يا ميس هايدي. أهلا أصحابي، عرفت مشكلتكم وعندي حل مش بطل. الإرهابيين اتنقلوا لمكان جديد ولازم نوصله في أسرع وقت، وإلا باسل هيضيع للأبد. ليه صديق في الشرطة المحلية عندكم ممكن تستعينوا بيه. الشرطة تقدر تساعدنا بإيه؟ التنظيم ده محدش قادر عليه وعايش يبلطك ويخرب في كل مكان. رغم كده الشرطة عندها معلومات مهمة. نقدر نتواصل معاهم إزاي؟ صديق قديم اسمه نزار، أنا تواصلت معاه ومشكورا عرض إنه يقابلكم كمان ساعتين. هبعت لكم اللوكيشن هيستناكم فيه. أتمنى نقدر نوصل لمعلومة تفيدنا. شكراً يا ميس هايدي، هبلغك بالجديد أول بأول. صديقتي هايدي وصتني كتير عليكم. بصراحة إحنا وصلنا لطريق مسدود، لأننا بنتعامل مع تنظيم مش سهل. للأسف هذا الشيء حقيقي، الناس هدول بيجيلهم دعم من دول كتيرة تتمنى تشوف بلادنا خراب. إحنا عانينا من الموضوع ده كتير في مصر، لله الحمد كسرنا شوكتهم والبلد بقت أمان من تاني. إن شاء الله بلدنا قريب جداً حتخلص من شرهم. مبدئياً محتاجين أي معلومات عن الإرهابي ده. غسان؟ إرهابي معروف ومطلوب القبض عليه من كذا دولة بسبب أعماله التخريبية، بس هو مدعوم من دول كتيرة بياخد منهم تمويل وسلاح. نقدر نوصله إزاي؟ دايماً بيديروا تحركات الإرهابيين بحيث ما نعرف نحسن نوصلهم، بس أنا جمعت لكم كل الداتا اللي عنا ومنها تسجيلات لاجتماعات قديمة لغسان وجماعته الإرهابية، إن شاء الله تفيدكم. شكراً جداً يا صديقي، دعواتك نقدر نهزمهم. بقالنا 5 ساعات بنتفرج على فيديوهات للإرهابيين وما خرجناش منها بمعلومة واحدة. لنفس السبب الشرطة ما قدرتش هي كمان تلاقي أي حاجة مفيدة. غسان ده إيه؟ شبح؟ مفيش طريقة نقدر نوصله بيها؟ المشكلة إننا بنبحث عن غسان وهو عامل كل احتياطاته إن محدش يقدر يوصله. يعني إيه؟ يعني نجرب نبحث بطريقة تانية. بصوا، الإرهابي ده تقريباً ظهر مع غسان في كل المعسكرات. واضح إنه المساعد بتاعه أو حد مقرب منه جامد. بمعنى إننا لو وصلنا له نقدر نوصل لغسان. عندك أي معلومة عنه في قاعدة بياناتك؟ أعتقد فيه، اسمه عجرود شامي، انضم للإرهابيين من 10 سنين، الانتربول بيدور عليه، اتقبض عليه في مطار أمريكي ولسبب مجهول أفرجوا عنه. علامات استفهام كتير،
طيب ايه اخر تحركات لعجرود ده؟ ممكن نتتبع الفيزا البنكية بتاعته. بيستخدم الفيزا كل يوم في السوبر ماركت ده، وبيشتري مواد غذائية بكميات كبيرة. يعني هو اللي بيجيب للإرهابيين البقالة والأكل بتاعهم. عندك حق يا زهر. بيروح السوبر ماركت إمتى؟ كل يوم الساعة 3 العصر. يا جماعة، أحب أقول لكم إننا دلوقتي بس نقدر نوصل لعجرود، ومن خلاله نقدر نلاقي الإرهابي غسان، يعني هنلاقي باسل وهنرجعه لوالدته. هاي يا جماعة، كلنا سمعين بعض؟ سمعك بوضوح يا زهرة. أنا كمان سمعاكي. عجرود زهر يا جماعة رايح على السوبر ماركت. شفتوا؟ هنفضل نراقب من بعيد، ولما يخرج هنراقبه من غير ما يحس بينا لحد ما يوصل لمعسكر الإرهابيين. يا جماعة، قوتي بتقل بسبب الطاقة السلبية الكتيرة اللي حوالينا. ما اعتقدش ان هقدر اطير اكتر من كده. ما تقلقيش يا فرحة، انا هكمل مراقبة وابلغكم بتحركات الإرهابي. رامي، عجرود خرج، هتراقب من ارتفاع عالي من غير ما حد يحس بيك، ولما يوصل المعسكر ترجع تبلغنا بالمكان. علم وينفذ. عرفت ليه الإرهابيين محدش بيقدر يوصل لهم؟ ليه يا رامي؟ لأنهم بيبدلوا العربيات كل 10 كيلو. إزاي؟ عجرود بينقل الحاجات اللي اشتراها من السوبر ماركت لعربية تانية، ويكمل حركته بالعربية الجديدة لمسافة 10 كيلو كمان، وبعدين يبدل العربية. دايماً العربيات بتكون في جراج أو مستخبية وسط شجر أو هنجر. الطريقة دي بتخدع أي حد بيراقبهم عن طريق الأقمار الصناعية، لكننا بنراقبهم عن طريق بطل جاي من المستقبل اسمه رامي، وأنا وراه واحدة واحدة لحد ما يوصل المعسكر. يا جماعة، تقريباً عرفت المخبأ. احكيلي، شايف إيه؟ العربية وصلت سفح جبل، منطقة منعزلة متحوطة بالصخور كأنها حصن طبيعي. في ناس على التباب مستخبين ومعهم أسلحة. طيب تعالى يا رامي عشان نحط خطة التحرك. نراجع تحركاتنا مرة تانية. أول حاجة هطير من غير ما حد يحس بيا، وانشر غبار السحر ده يخلي الإرهابيين في حالة ما تسمحش يشتبكوا معانا بالأسلحة. وأنا من مستوى ترام منخفض هراقب المداخل والمخارج وأشوف المكان اللي بيتجمع فيه الأطفال. وأنا هتابع مع الشرطة وهبلغهم بتحركاتنا. وأنا هيكون دوري ارتجال خطة لتحرير باسل من إيدين الإرهابيين. أنا شفت باسل. الخطة اللي هقول لكم عليها ما تحتملش غلطة واحدة، لأننا بنتعامل مع ناس شرسين. مستعدين للخطوة الجاية؟ هل ممكن أبطلنا يتغلبوا على المشكلة دي؟ هنتصرف إزاي؟ خلينا نشوف في الحلقة الجاية.